سلام بخيرين نين. هو واحد القضية ديال التردد، واحد يدخلك على القنوات راه ما كايناش التردد ديالو غيدخلك جميع القنوات، ما كايناش. كاين تردد كتردد مثلا يمكن لك تبطئو رجلو عليه البارابول او التوصيل كما كنقولو، مثلا كيكون واحد التردد قوي كنشدو بيه السينيال، من بعد هذاك دير شي تردد ضعيف اللي كتضغط عليه البارابول. مثلا نهضر عليا انا شخصيا، مثلا بغيت نريقل مثلا نايسات كندير 12 15 اللي معروفه ديال دوزا مارو، ياك. بعد ما كنشد السينيال خاصني نقاد السينيال ثاني على نضبط على التردد ديال الباقه المغربيه ناسيونال جرافيك والانديسيات، يعني واحد فيها هادو، يعني بحال الانديسيات اللي هما 11515 او ديال 11559 او 11474، هادو ديال الام بي سيات وباقة المغرب ار تي وباقة المغرب اس دي وناسيونال جيوغرافيك وابو ظبي اللي هي 11411 كتكون هيريزونتال. المهم هاد التردد راه نكتبهم ليكم فوق باش كنريكلو. المهم كنشدو بارابول كيما قلت لك، كنريكلو على شي كيما كنقولو بالدارجة، كنقادو على شي سينيال ساهل اللي غيعاوني دا غير نشد السينيال. حيت كاين الترددات او السينيال او الفريكونس راه كيختلف، كاين الضعيف وكاين القوي، لا في الفيرتيكال او ولا في الهيريزونتال. يعني انت كتبقى خاصك تحفظ، يعني هنا اغلبيه كيمشي يقاد على دوزان معروف، كيقاد على دوزان ماروك اللي هو التردد ديالها 12015 كيكون فيرتيكال 27500، ومن بعد كيقاد ثاني على التردد ديال الباقه المغربيه الاس دي او الاش دي او الباقه ديال ام بي سي او الباقه ديال ابو ظبي اللي فيها ناسيونال جيوغرافيك وابو ظبي. هذا هو الدرس ديال الاخوان باش نتكلم معكم، يعني تردد باش ندخل قنوات، ما فيش تردد واحد كيقاد. يمكن لك دير مثلا القضيه مثلا تضبط على مثلا ديك فريكونس اللي ضعيف، بعد ما كتسالي تشد السينيال كتشد التردد اللي ضعيف كتريكل لي بارابول، ياك. ولكن فاش كتمشي دير البحث، كدير بحث شبكه او كنديرو تفصيلي او بلاياج او افوغل، هادو فاش كتلونسي ها هو كيدخل لك دوك الترددات اوتوماتيك واخا ما يكونوش عندك. كنقولوا الريسيبتورات القدام كان فيهم اوتوماتيك، دابا وليتي كتلقى البحث الاعمى، كتلقى البحث التفصيلي، بحث عشوائي، او كتلقى بلاياج افونغل او سكان افوغل، او هادو هما النوعيات اللي كتلونسيهم هما كيدخلوا الترددات اوتوماتيك. هذا هو السؤال على الاخ الكريم وبعض الاخوان اللي كيضح. والدرس الاخر ديال كي بارابول، كي كيقول لك عندي بارابول 90 ولكن ما طلعش ليا، مثلا ما طلعش المغاربه والانبيسيات والناسيونال جيوغرافيك، هنا كيبقى عندك كما قلتي عيتي ما كتضبط البارابول، هنا كيبقى عندك مشكل هو الراس والحيط. اما لك تي حدا البارابول، يعني قريب البارابول كتريقل وما بغاش يطلعوا لك، هنا كيكون عندك الراس عيان، الراس ماشي كاليتي، الراس كيكون مهم لك الراس. غالبا كنلقى المشكل انا في الراس. اما الا كان فوق ما لاباراي وشاد كلشي مزيان وكنهبط لتحت ما كيطلعش ليا السينيال، مثلا حد التلفاز كنعرف كابل فيه تزيد فوق. هذا مكان جمعة مباركة، الى اللقاء مرة اخرى ثاني نجاوبكم على الاسئلة شوية.